السلام عليكم من قناة منابر التعليمية والأستاذة فاطمة حسن. درس جديد عن الضوء، هتكلم عن الخاصية الثانية من خواص الضوء وهي خاصية الانكسار. وتكلمنا الحصة الفاتتة والدرس الفات عن خاصية اسمها خاصية الانعكاس، وقلنا ينعكس إذا توفرت شروط معينة إن السطوح تكون إذا سقط على أي جسم فإنه ينعكس، وأجسام لازم تكون شنو مشغولة ينعكس انعكاسا منتظما. أما إذا كانت السطوح غير مشغولة أو غير مساة فإنه ينكسر انكسار غير مم... سوري ينعكس انعكاس غير منتظم. اتكلمنا كثير وفوائده، والدرس في هذا الدرس إن شاء الله هنتكلم عن انكسار الضوء كخاصية من خواصه، ونعرف الانكسار هو ذاته شنو. طيب نشوف طيب الانكسار، لاحظ الشعاع ده شعاع ضوئي دخل من تحت واصطدم بالجسم ده وحصل له شنو؟ انكسار. طيب ده شعاع ضوئي صعد من أسفل إلى أعلى، صدم بهذا الجسم الزجاجي وانكسر. انكسر هو أساسا الشعاع ما انكسر، لكن حصل له انحراف، وانحراف معناها تغيير مساره. يعني ممكن نقول هذا الشعاع انكسر، ممكن نقول انحرف، ممكن نقول غير مساره، وكل الكلمات هي صحيحة. فإذا قلنا هذا الشعاع غير مساره بمعنى إنه انحرف، وبعبارة أخرى انكسر. طيب عايزين نشوف لماذا هو غير اتجاهه ولماذا حصل له انكسار عند هذه المنطقة. طيب ده إناء زجاجي أو متوازي مستطيلات زجاجي، سلطنا عليه ضوء. طيب الشعاع ده كان ماشي في الهواء، سقط على الزجاج، ده زجاج في داخل الزجاج حصل له انكسار، يعني هو المفروض يمشي كده صح، لكن انحرف عند هذه النقطة في هذا المسار. وعندما خرج من الجسم الزجاجي انكسر فغير اتجاهه مرتين، مرة داخل الزجاج ومرة لما خرج من الزجاج في الهواء. تمام. طيب لو أقمنا عند هذه النقاط، نقطة الانكسار الأولى ونقطة الانكسار الثانية، وأقمنا عمودي قطع عمودي، فإن نلاحظ أن تكوين زوايا ما بين الشعاع الساقط والعمود النازل. هذه الزاوية تسمى زاوية السقوط زي ما شفنا في الانعكاس، وهذه الداخلية تسمى زاوية الانكسار. تمام. طيب هذه الخاصية اسمها خاصية الانكسار. ما معنى انكسار؟ نلاحظ أنه في زوايا، هذه الزوايا طيب نلاحظ برضو عندما خرج من الزجاج كون مع العمود الناظم زاوية. تمام. فهذه زاوية سقوط وهذه زاوية انكسار. فقال الانكسار، انكسار الضوء معناه شنو؟ هو انحراف الضوء عن مساره عندما ينتقل بين وسطين مختلفين في الكثافة. أي نعم، كثافة الهواء، الشعاع هسه في المنطقة دي يسير في الهواء، كثافة الهواء
تختلف عن كثافة الزجاج، تمام؟ فحصل له انكسار. انكسار بمعنى إنه غير نتيجة لتغيير سرعته، فسرعته في الهواء ما زي سرعته وين؟ في الزجاج، تمام؟ فهذا التعريف بتاعه. انكسار الضوء هو انحراف الضوء عن مساره عندما ينتقل بين وسطين مختلفين في الكثافة والسبب لتغيير سرعته. يعني السؤال هنا في الامتحان بيجي في علل لماذا انحرف؟ لتغيير سرعته ولاختلاف الكثافة. طيب قال إذا سقط، طيب الفرق بين ده الزوايا دي، الفرق بين الزوايا دي كده، لاحظ انت، لاحظ معي، ايوه، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، تمام، واحدة واسعة والثانية ضيقة. نشوف السبب شنو. قال إذا سقط الشعاع من الهواء إلى الزجاج، يعني ده من الهواء إلى الزجاج، وينكسر داخل الزجاج، هذا الانكسار بتاعه، فإنه يكون مقتربا من العمود الناظم، يعني قريب منه، ما بينه يكون شنو؟ قريبا منه، من العمود الناظم. والعكس إذا خرج من الزجاج إلى الهواء يكون مبتعدا عن العمود الناظم. شوف المسافة دي، بعيد عنه خالص، تمام؟ ففي الامتحان الأسئلة بتجي بالطريقة دي، عندما يسقط من الزجاج إلى الهواء يكون في بعض دائرة، يكون مختربا، يكون مبتعدا، يكون مطابقا للعمود الناظم. الإجابة شنو؟ أنت بتختار حسب الخروج بتاعه. خرج من الهواء إلى الزجاج، سقط من الهواء إلى الزجاج، هيكون مختربا، من الزجاج إلى الهواء هيكون مبتعد، تمام، ممتاز. طيب نشوف حاجة تانية. طيب متين بيحصل هذا الانكسار؟ قلنا إذا سقط على جسم كاسر زي الزجاج. طيب ما هي فوائد الانكسار؟ استفيد منها شنو؟ يعني الضوء ماشي فجأة الشعاع الضوئي غير مسار، هل الكلام ده نحن بنستفيد منه؟ هنشوف في الصفحة دي أو في الخطوات الجاية دي ما هي فوائد انكسار الضوء. أول حاجة بنستفيد منه بنصنع العدسات اللي نحن لابسينها نظارات، دي عدسة، تمام، الشكل من أشكال العدسات، العدسة اللي نحن بنشتغل نلبسها نظارات أصلا منها الأجهزة. طيب برضو ده نوع من أنواع العدسات، هنشوف بعد شوية، تكن لاقتنا في الدرس الفات. طيب صناعة العدسات، العدسات هي عبارة عن شنو؟ أو تعريفها هي شنو؟ تعريف العدسة هي أجسام شفافة كاسرة للضوء، هي أجسام شفافة كاسرة للضوء، يعني متى ما الضوء وقع عليها انكسر أو انحرف عن مسار، تمام؟ ما هي أنواعها؟ عندنا النوع الأول ده لعدسة لامة، شفناها في تجمع الأشعة، بتجمع الأشعة، هي لامة، هي مجمعة، اسمها العدسة اللامة. والثانية اسمها العدسة المفرغة أو المشتتة زي ما شفناها المرة الفاتحة، تمام؟ طيب إذا دي لامة أو محدبة، ودي عدسة مقعرة، يعني من الشكل دي محدبة ودي مقعرة، فيها تقعير إلى الداخل، ودي محدبة إلى الخارج من شكلها يعني الأسمر. لكن بالنسبة للأشعة هنقول لامة تلم الأشعة، مجمعة بتجمع الأشعة، ومفرغة بتفرغ أو تشتت الأشعة. فدي مجمعة المحدبة دي، والمعقرة دي المقعرة دي بتكون مالها؟ تكون مشتتة.
طيب قال عدسة محدبة خصائص شنو؟ سميكة في الوسط ورفيعة في الأطراف. يعني لو أنت تلمستها بيدك تلقاها في الوسط سميكة وفي الأطراف بتاعتها مالها رفيعة، عكس المقعرة، في الوسط بتكون رفيعة وفي الأطراف بتكون سميكة. طيب نشوف ما هي فائدة العدسات وانكسار الضوء في العدسات. الناس شفنا العدسات أو الانكسار أدى إلى صناعة العدسات. العدسات هذه بنستفيد منها في شنو؟ نستفيد منها يا شباب في صنع النظارات، في الأجهزة، في التلسكوب، في الأجهزة بتاعت المناظير. طيب دي عدسة شفناها قبل كده، عدسة لامة. طيب هذه العدسة احنا عشان نشوف نستفيد منها في شنو، أول حاجة نلاحظ أنه في الأول، دقيقة نفتح شوية عشان نشرح. العدسة لو لاحظتوا في النص فيها مركز اسمه ميم، ميم مركز، والبعد بين ميم وباء بدي نقطة بتتجمع فيها الأشعة اسمها البورة، اسمها بورة العدسة، والمسافة ما بين البورة والعدسة تسمى البعد البور. أي عدسة تمام، ولكن في العدسة اللامة البورة بتقع في الأمام، يعني ممكن الشعاع لو جه من الشمال لليمين البورة حتكون باليمين، والعكس إذا الأشعة سقطت من الشمال من اليمين إلى الشمال البورة حتكون بالناحية الشمال. تمام. طيب نحن هنعمل أشعة، هنضغط حزمة من الأشعة شايفينها، والعملية باللون الأحمر ده يا جماعة لأنه بيدخل بمركز العدسة وده بيخرج أول واحد دون ما يلاقي أي انكسار، يعني ما حينكسر. شوف ده غير اتجاهه صح، نزل إلى ما الثاني غير اتجاهه، انكسر انحرف عن مساره، الثالث كذلك والرابع كذلك. إذا كلها غيرت مساراتها ما عدا الشعاع باللون الأحمر لأنه مر بمركز العدسة، فأي شعاع يدخل بمركز العدسة لا يعاني من أي انكسار أو لا ينكسر. تمام. وده بنسميه انكسار الضوء في العدسات، انكسار الضوء في العدسات، وده بنستفيد منه في حاجات كثيرة جدا وفي حياتنا اليومية في حياتنا العملية، هنشوف هنستفيد منه شنو إن شاء الله. طيب احنا قلنا البورة هي النقطة اللي تتجمع فيها الأشعة المنكسرة، هذه دي بقى البورة وتعريفها، هي النقطة التي تتجمع فيها الأشعة المنكسرة. طيب والبورة والبعد البوري اللي هو المسافة ما بين البورة ومركز العدسة، البعد البوري هو المسافة ما بين البورة ومركز العدسة، ونرمز له بالحرف مين، والبورة نرمز لها بالحرف باء. طيب الشعاع الذي يمر بمركز العدسة اللي هو باللون الأحمر ده لا ينكسر، عشان كده مرة في الأول ولا انكسر يمين ولا انكسر شمال ولا انكسر إلى أعلى ولا إلى أسفل، فأي شعاع يمر بمركز العدسة لا ينكسر. طيب فيما يستفاد من هذه الخاصية، خاصية الانكسار، خاصية الانكسار يستفاد منها في شيء؟ يستفاد منها يا شباب
شوف دي مش عارف اللي هناخد شعاع واحد تمام. طيب وشيلنا الجسم سيم، عايزين نعمل له صورة اللي هي الصور المتكونة في العدسات، يبقى الانكسار في العدسات اللي احنا بنستفيد منه في تكوين الصور. فعندنا جسم باللون الأحمر تمام، عايزين نكون له صورة بالعدسة دي. طيب أول حاجة دي العدسة، ده المحور الأصلي اللي بيمر بمركز العدسة ولا ينكسر. طيب إذا قلنا البا بتكون مرة باليمين ومرة بتكون بالشمال اسمها البورة، إذا الشعاع سقط من الناحية الشمال هتكون البورة على اليمين، والعكس إذا الشعاع سقط من اليمين هتكون البورة على الشمال. عشان كده نحن كتبنا با مرتين تمام. طيب المسافة من با واحد لمركز العدسة اسمها البعد البور. طيب تاني كتبنا با اتنين ليه؟ ضعفنا المسافة البعد البوري ده عملناه مرتين، عشان كده بقى با اتنين، وبيجاي برضه عملناه مرتين. طيب عشان ده نوزن الصورة دي هتقع وين؟ عايزين نوزن الصورة هتقع وين؟ طيب من لمنو للجسم ده، ده تخيل انت بدل السهم ده واقف هنا في المنطقة دي. طيب المسافة اللي انت واقف فيها وين؟ في مسافة من العدسة أكبر من ضعف البعد البوري، ضعفه يعني قدره مرتين، أكبر من ضعف البعد البوري يعني أكبر من باء اثنين، هدي واقف هنا تمام. طيب من رأس الجسم عشان نشوف الصورة هتكون كيف، خلي بالك معاي إننا الشعاع الرسمي هيطلع من رأس الجسم موازيا للمحور الأصلي ده الأساسي، لازم يكون موازي ويدخل في العدسة. طيب عندما يدخل في العدسة ويخرج من العدسة هل يسير مستقيم أم حينكسر؟ وحينكسر لوين؟ حينكسر مرة بباء واحد زي ما شفنا في الصورة الثانية. تشوفوا تمام، انكسر مرة بباء واحد. طيب شعاع ثاني باللون الأصفر عينه ليه مرة بوين؟ مرة بمركز العدسة، هل حينكسر؟ ما حينكسر، لكن هل تقاطع مع الشعاع اللبني؟ تقاطعوا الاثنين مع بعض. طيب نقطة التقاطع دي هي حتتكون فيها الصورة، هذه الصورة بصورة الجسم تمام. وكل العدسات بتكون الصور، يعني الليلة الكاميرا تشتغل بنفس الطريقة، يكون عندك شعاعين، شعاع من راسك وشعاع شعاعين من راسك، واحد يمر بمركز العدسة والثاني يمر بوين؟ بالعدسة وينكسر بالبورة، والثاني يخرج دون أن يعاني انكسار ويشتغل الاثنين يكونوا صورة. طيب الصورة دي لو قارناها بالجسم، أول حاجة الجسم إلى أعلى مبتدل يعني، لكن دي مقلوبة، والصورة دي حقيقية لأنها من التقاء الشعاعين أو من التقاء الأشعة تمام؟ فحقيقية مقلوبة مصغرة، مصغرة مقارنة مع الجسم، إذا عينت للجسم وعينت ليها بتلقاها أصغر منه، فدي خصائص الصورة المتكونة. طيب المرة الجاية هنشيل الجسم من هذه المسافة، نقرب شوية على العدسة، هنشيله من المكان اللي كان قاعد فيه، هنجيبه على باء اثنين، كده بيبعد عن العدسة مسافة تساوي باء اثنين، أي ضعف البعد البوري. طيب بنفس الفكرة الشعاع هيمر موازي، هيخش في العدسة، هيخرج من العدسة مارا بالبورة، والشعاع باللون الأصفر هيخرج من رأس الجسم مارا بمركز العدسة دون أن يعاني من أي انكسار، يلتقي مع الشعاع الآخر، تكونت الصورة. طيب الصورة مالها؟ خصائصها شنو؟ مقلوبة صح؟ حقيقية ليه؟ لأنها من التقاء الشعاعين، لكنها مساوية للجسم يعني قدره، وبتقع وين؟ بتقع في باء اثنين، يعني بعدها عن العدسة
يساوي بعد الجسم عن العدد، لكن لا هني بالعكس، هني بعدها عن بعد الجسم عن العدسة أكبر من بعد الصورة عن العدسة، وهني بتقع بين ب واحد وب اثنين. تمام؟ طيب نشوف وضع ثاني، هنشتغل بنفس المواصفات بس احنا كل ما مرة هنشيل الجسم ده نقدمه لقدام على العدسة. خليك مركز معي مرة تانية، هقول الكلام ده تاني. يعني أنا الجسم ده هقدمه كل مرة أضعه لقدام أو اقترابا من العدسة. يعني خليه كل مرة يقترب من العدسة وشوف الصورة اللي بيحصل لها كده. طيب هنا الصورة مصفرة، هنا بقت مساوية. تمام؟ هنا وقعت بين با واحد وبا اثنين، هنا وقعت في با اثنين. نشوف الشكل الثاني. طيب شايفين الجسم خطيناه بين با واحد وبا اثنين، يعني شلنا من با اثنين خطيناه في النص بيناتهم. طلعنا شعاع رسمي موازي للمحور الأساسي، طلع دخل في العدسة انكسر، دخل انكسر ببورة العدسة، خرج الشعاع الثاني الأصفر ده، دايما بيخش بمركز العدسة يخرج دون ما يعاني انكسار. شوف الصورة اتكونت، الصورة برضو يا جماعة مقلوبة، لكن إذا قارناها بالجسم هي أكبر من الجسم، مقلوبة حقيقية لأنها من التقاء الشعاعين، لكن عين بعدها عن العدسة أكبر من باء اثنين، يعني بعدها عن العدسة أكبر من بعد الجسم عن العدسة. شوف الثاني، الشكل الثاني. طيب نفس الشعاع، يا شباب الشعاعين ده ثابتين، فانت هتعمل الحاجة دي بالمسطرة وتجرب كل مرة وشوف النتيجة اللي بتجيب شنو. لكن إذا أنت عايز شغلك يكون صحيح لازم ترسم بمقاسات، يعني القطعة من بي اثنين لبي اثنين دي أعملها ثمانية وقسمها لأربع قطع، اثنين اثنين ثمانية بوصل، أعمل اثنين اثنين وحط العدسة في النص، شغلك بيكون ظابط. تمام؟ طيب لاحظوا هنا حصل شنو في الرسمة دي، ما تقاطعوا الشعاعين دي، الشعاع ده ما قاطعنا ليه؟ لأنه الجسم وين موجود؟ وين؟ في البورة، شلناه خطيناه وين؟ داخل البورة، فيبقى يبعد عن العدسة مسافة تساوي البعد البوري، تساوي البعد البوري. طيب في الحالة زي دي لا تتكون صورة لهذا الجسم، وضع الجسم في با واحد يعني مسافة تساوي البعد البوري، المسافة بينه وبين العدسة تساوي البعد البوري، والجسم وين؟ قاعد في با واحد. هذا شايفينه؟ ما في صورة يا جماعة تكون. ليه؟ ما من الشغل من 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 اسمه شنو؟ من الأشعة دي، الشعاع ده ماشي ملتزم بمساره، ما غيره أصلا، يخرج ببا واحد دايما، وده دايما بيمر بمركز العدسة ويخرج مستقيم، فيبقى ما حصل تقاطع لأنه كل واحد ملتزم بمساره. تمام؟ يعني اللبن دايما بيطلع بيبقى واحد بالبورة، وده بيخش بمركز العدسة، التاقوا في كل الحالات السابقة، لكن في الحالة دي ما التقى الشعاعان لأنه الجسم موضوع داخل باء واحد، يعني قاعد في البورة، عشان كده لا تتكون صورة، أو يقال أن الصورة في ما لا نهاية، ما في صورة. تمام؟ طيب المرة الجاية نتوقع نعمل شنو يا شباب؟ نتوقع نعمل شنو؟ هنشيل الجسم من باء وننزله بين باء واحد، يعني بين البورة
وبين العدسة، يعني خدته وين؟ داخل البعد البعيد، عملت حاجة بكده. طيب شلنا الجسم، لاحظ حطينا بين باء واحد، يعني داخل البعد البوري، يعني مسافة أقل من بعد البوري، والشعاع اللبني ملتزم بمسافة، طلع موازي، دخل العدسة، انكسر مارا بالبوري، والشعاع الأصفر ملتزم بمساره، طلع من مركز العدسة من رأس الجسم مارا بالبوري، هل التقيا؟ لم يلتقيا. طيب حصل شنو؟ هنقوم نمد الشعاع اللبني، نعمل لهم مسار، ومد الشعاع الأصفر زي ما شفتوه، وأخيرا التقوا عند هذه النقطة، وارتسمت صورة. هذه الصورة هل بتشبه الصور السابقة؟ ليست بحالور، صح؟ صح يا شباب؟ الصورة دي صورة تقديرية، حلو ليه؟ لأنها من امتداد الأشعة، ده ما شعاع حقيقي، ده مدينا نحن مداد نقاط، تمام؟ الصورة دي محتدلة زي الجسم، واقفة على حيلة، دي كلهم مقلوبين وكلهم حقيقيين، دي حقيقيين لأنهم أساسا من التقاء الشعاعين بين الأصليين، الشعاع اللبني والشعاع الأصفر، لكن دي من امتداد الشعاعين، امتدوا واتقاطعوا، فهي صورة تقديرية، هذه الصورة لا يمكن استقبال على حاجة. يعني ما ممكن نعمل لها صورة، يعني لو انت ده الليلة صورتك اتصورتها وجسمك كان بين البورة والعدسة ما حتصهر لك صورة، عشان كده انت لو لاحظت المصورات دي لما نيجي يصور بيظبط المسافة، يعني تلقاه بيلف الكاميرا مرة يمين مرة شمال، مرة يقول لك زحي ورا مرة زحي قدام، عشان انت ما تكون قاعد في مسافة داخل البعد البورة، عشان ما تجيك الصورة زي دي، لأنه لو جاتك صورة تقديرية زي دي ما بيقدر يعملها في الفيلم ولا بيقدر يحمضها عشان يطلع لك منها الصورة، تمام؟ لكن هذه الصورة لو قارناها بالجسم بنلقاها معتدلة زيه، لكنها تقديرية معتدلة مقارنة مع طوله مكبرة أكبر منه، بتقع وين؟ خلف الجسم، كل الصور السابقة كانت بتقع وين؟ أمام العدسة، أمام العدسة وأمام الجسم، ما عدا دي بتلقى خلف العدسة وخلف الجسم، تمام؟ فدي الحالة الوحيدة اللي هي تكون فيها الصورة مكانية، عشان كده الصور المكونة في الكاميرات اللي هي بيشتغلوا عليها على أساس إنه إذا كان داير صورة مكبرة يخط الجسم وين؟ هل يخط في باء اثنين؟ إذا دايرة صورة حقيقية مساوية لجسمك، يعني ما تكون مكبرة وتكون مصغرة، يضبط الكاميرا على أساس إنها تكون في باء اثنين، تمام؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة ثانية إن شاء الله نلتقي بها في منابر التعليمية في درس جديد، ونكون كده انتهينا من باب الضوء.